مرحبا، كيفكم؟ هلا حنعمل عجينة الفطاير بفرفعين، وحطيت أنا نص كيلو طحين، ملعقة خميرة ناشفة، ملعقة سكر صغيرة، وملعقة ملح، ومي فاترة مشان العجينة تكون خمرانة. حطهم بعضهم هنضيف المي نحركهم منيح العجينة والمي صاروا مع بعضهم. هلأ بضيف الزيت شوية زيت هلأ صارت عجينتنا متماسكة مع بعضها، وبتركن نص ساعة لتخمر شوي. وهلأ حبقنا هيدي البقلة، بنقلها فرفحين أو بقلة، هيدي نقيتها من الأرض، فوايدها كتير 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 منيحة، مفيدة للجسم، فوائدها مثل السردين الصغير. هعمل انا حشوة الفطاير، انا هون فرمت البندورة والبصل وفليفلة، حطيت ملعقة سماق وملعقة كمون وبهار حلو وزيت زيتون وحامض، وانا بفرم الحامضة، في حامضة بنص الحامضة بفرمها صغير صغير، بتعطي كتير نكهة طيبة. هلا عصرون الحامض رمان ناعم، لو طلع فيها الحامض اللي مش معصور بتعطي كتير نكهة طيبة. وهلا انا نقيت الفرفحين او البقلة، بخلي الضلع فيها، الضلع بيعطي طراوة بقلب الفطيرة، بتضل مواية مش ناشفة. هفرمهم افرمهم فرم، ناعمين حسب ما بتحبوا.
هلا انا حاخلط الفرفحين، عصرت حامض، حطيت الملح والسماق والكمون هلا حاطه الزيت، زيت زيتون، الخلطة تطلع طيبة كتير. كل شي بزيت الزيتون بيطلع طيب. نخلطهم منيح مشان السماق كمان بيعطيهم كمان طعمة طيبة مع الكمون، يعطوا طعمة حلوة. هلأ مثل ما شفتوا ما شاء الله العجينة خمرانة، فينا نشتغل فيها. طرق هلا بنرقها، كثير سرحة العجينة. بنرقها بالشوربة. صارت عنا عجينة رقيقة عشان نقدر نشتغل فيها، وننفض عنا الطحين منشان تطبق معنا. وحي الله شي غطى عندك كبير صغير كيف بتحبي، بتقسمي بتطلع معنا هاي. هيك بتطلع معنا. هيك بنبلش نطبق. هيك بنطبقها كتير منيح لانه بدنا نقليها بالزيت. وهالشكل هيدا بتصير الفطيرة. وهلا انا طبقتهم، حطيتهم بالصينية، بحط لهم نقطة زيت نباتي بكعب الصينية منشان ما يلزقوا، وبرجع احلى ما احط الطحين. الطحين بيحترق بالزيت، اذا هلا هيك بالزيت احسن. هلا بعد شوي بقليهم بفرجيكم كيف بيطلع. وهلا حبينا المشاهدين بدنا نقلي الفطاير. نحط على القفا بس بنطبقها منيح احنا ما تفرط معنا عشان ما تجبي الزيت. هلا الاحمر معنا، في ناس بتحبها بالفرن وناس بتقليها عليه.
لا يصير لونه ذهبي نقلبها. بنحط جار وبنحط عليه كلينكس مشان تمتص الزيت، وبرجع بنقلها على جار الاكل جار التقديم. هلا بس نقلبهم ليحمروا. هاي كثير كثير جاهزة الصحة. وهنا هلا صارت الفطيرة جاهزة عنا ما شاء الله. العجينة كتير ناجحة وبتقرش قرش، بتتاكل مع الصوص تبعها المرقة تبعت خلطة الفرفحين، بتنغط بقلبها وبتتاكل. هاي ألف صحة وهنا.